مرحبا بكم، كلموا فيكم من قصيبة المديوني. اليوم عملنا كملنا تو ديجا المحاضرة بتاع التلامذة كيفاش يراجعوا بالكدا، كيفاش يدخلوا عام دراسي بتميز وبدون ضغط وكذا. حبيت نشكر جمعية فكر اللي نظمت ايفينمون للتلامذة باش يعاونوهم كيفاش يريوزوا على روحهم. نظمنا في دار الثقافة قصيبة المديوني، جاوا التلامذة وتفاعلوا معنا بالكدا ما شاء الله، والناس كل كي خاطر فرحانين، وان شاء الله اللي كمل ايفينمون هذا معنا في قصيبة المديوني نعملوا برشا ايفينمونات في تونس الجمهورية كلها. ربي يوفقكم ان شاء الله، يعطيكم الصحه. هاي السلام عليكم.